I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. بصوا يا جماعة على العجلة دي فيها امكانيات، شوفوا الفيديو كويس جدا عشان تعرفوا قيمة الامكانيات اللي فيها وقيمتها مقابل السعر بتاعها كويس. يعني هقول لكم كل حاجة فيها بالتفصيل وانتوا تحكموا بنفسكم وتقارنوا والفئة السعرية بينها وبين العجل التاني عشان دي فيها امكانيات عالية. الحاجة الحلوة اللي فيها من البداية من الفريم بتاعها حلو قوي. الحامات هنا اللي هي مثيلة الكربون، اللي هي نفس شكل الكربون، اللي هي السموز قوي كده، مفيش لحامات، يعني بتدي شكل رائع جدا. وبصوا برضو العجلة دي متوفرة عندي في المحل كسر زيرو كأنها جديدة كويس، وأقول لكم سعرها برضو في النهاية. عندي منها اتنين، عندي منها واحدة حلقة أقل من دي، ودي برضو متوفرة. تاني ميزة فيها ان الشفترات 8 سبيد، الشفترات شيمانو ماليزي، والعجلة كلها فول ألمونيوم. تمام، جاي على نظام الفري هاب كاسيت مش فرويل، وده احسن. الكاسيت ده اللي هو الشرايح، ده بقى حوار بقى اشرح لكم بين الكاسيت والفرويل، دي خليها في فيديو تاني لان ده حوار، بس الكاسيت عامه ده احلى كويس. بص الصوره اللي جايه، جويتك والمميزات دي بتبقى قريبه من العجل الاستعمال خارج، تقريبا بتبقى قريبه جدا، تبقى راكب عجلة صيني بس فيها مواصفات عالية وسعرها يعتبر كويس. الكاوتش بتاعها نضيف جدا، جاي كده. بصوا عامة هي آلات الجر بتاعت العجلة دي جاية بشكل عام حلو. الكرنك ده برويل، الكشمة الأمامي نضيفة جدا. تمام، بصوا أنا مش عايز أطول عليكم في الفيديو، العجلة دي عندنا متوفرة كسر زيرو بالامكانيات دي وفيها امكانيات اكتر، عامله 3.5، عندي واحده امكانيات اقل ب3، بس دي عشان كسر زيرو كانها جديده. في اسكندريه محرم بيه عندنا شحن لجميع المحافظات، تيجي لك لحد البيت بعد سداد المبلغ فودافون كاش، واي عجله هتاخدها من عندنا عليها ضمان، وبتبقى متقفله تقفيل محترم، وصيانه بعد البيع لو حاجه وقفت معاك مش هنسيبك. شكرا، الرقم بتاعي هيظهر قدامكم.